مرحبا، اهلا وسهلا بكل اوفياء اذاعه كاب راديو. نرحب بكم في حلقه مباشره من برنامجكم الجديد المغرب هذا. سعيده مستمعينا الكرام باستضافه دكتور عبد الحق صنيبي، خبير في الشؤون الاستراتيجيه والامنيه ومدير موقع تمغربيت، في الحلقه الاولى من البرنامج. دكتور عبد الحق صنيبي، مرحبا. مرحبا أستاذتي الكريمة، وشكرا على الدعوة، وتحية إلى كل مستمعين إذاعة كاب راديو. شكرا دكتور. أكيد أن موقع تمغربيت من المواقع الرائدة والمتميزة في بلادنا، وما بين مهمتك كمدير موقع تمغربيت والصفة الأكاديمية اللي عندك، غادي نحاول نطرحوا مجموعة من الأسئلة اللي أكيد غادي تجاوبنا عليها في علاقتها بتاريخنا كأمة اللي عندها محطة تاريخية كبيرة واللي خلقت مغرب اليوم. إلى ولا بد نطرح هذا السؤال سي صنيبي، شنو هي أهم المحطة التاريخية اللي صنعت مغرب اليوم؟ وهو أستاذتي الكريمة، الحديث عن تمغربيت هو حديث ذو شجون، ومشكورة إذاعة كاب راديو على تخصيصها لهذه المساحة للحديث عن هذه القيمة الحضارية لتمغربيت، والتي يمكن اعتبارها بمثابة الحاضنة الثقافية والعرقية واللسانية والتراثية وحتى الدينية لمختلف مكونات الأمة المغربية. تمغربيت كذلك أستاذتي الفاضلة هي ممكن اعتبارها هي صمام أمان هذه البلاد الطيبة، على اعتبار أن التنوع العرقي واللغوي والديني في الحقيقة كان سببا في انفجار دول واندحار أمم، غير أن ما وقع في المغرب في الحقيقة هو العكس تماما، حيث انصهرت جميع هذه المكونات ضمن منظومة الأمة وبنية الدولة، فتشكلت هوية تمغربيت كهوية جامعة مانعة لكل ما له علاقة بالتربة المغربية. وفي حقيقة لا يمكن الحديث عن مغرب اليوم أستاذتي الكريمة دون ربطه بعمقه التاريخي والحضاري، على اعتبار أننا يعني دولة أمة لها أزيد من 12 قرنا من التواجد المادي والسياسي. ومن إذا سمحتي لي تفضل، كما قلت أنت أننا نتناولوا بعض المحطات التي قد تخفى على البعض، لكنها بطبيعة الحال لا تخفى عليكم. فبداية النقطة الأولى اللي ما كيردولاش الناس البال واللي ربما أنهم سلموا فيها واعتبروها بأنها تحصيل حاصل، هو فصل فتح الأندلس عن كل ما هو مغربي بطبيعة الحال. والحقيقة بأن فتح الأندلس هو فتح إسلامي مغربي وبأيادي مغربية خالصة، والكل يعلم بأنه عندما فتح طريق بن زياد الأندلس كان موسى بن نصير في إفريقيا كما يقول ابن القوطية لا يعلم شيئا، بل ووضخه أنبه على الفتح دون إذنه حسب زعمه، وقصة الصراع بين الشخصيتين هي معروفة جدا. كذلك مجموعة من المغاربة، كنظن 91% من المغاربة لا يعلمون يعني على معركة الأشراف، يعني كثورة على جور بعض حكام بنو أمية في المغرب، فكانت الهزيمة ساحقة للدولة الأموية، ثم عقبتها معركة بقدورة حين واجه المغاربة خيرة فرسان الدولة الأموية وكانوا 30,000 فارس وعلى رأسهم يعني كلثوم بن عياد القشيري، وانتصر المغاربة، حتى أن الكتب التاريخ تجمع بأن المغرب كان سببا مباشرا في سقوط الدولة الأموية في المشرق وقيام الدولة العباسية. ثم قاومت الدولة المغربية على عهد إدريس الأكبر أو إدريس بن عبد الله بن الحسن الحسن بن علي بن أبي طالب، هو من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم جاء المرابطون، وما أدرك من المرابطون، الذين نشروا الإسلام في 15 دولة إفريقية بالخريطة الحالية، بالإضافة إلى توحيد الأندلس التي مزقها حكم ملوك الطوائف، وارتبط اسم المرابطين بطبيعة الحال والأندلس بمعركة الزلاقة الشهيرة. ثم جاء الموحدون، وما أدرك من الموحدون، الذين وصل حدودهم إلى تخوم مصر ونهر السنغال والبرتغال وإسبانيا، ومنهم أحد أعظم الخلفاء في تاريخ الإسلام والعالم وهو يعقوب المنصور الموحد. ثم جاء المارينيون الذين يطلق عليهم ملوك البروتوكول، الذين جعلوا من فاس عاصمة حكمهم ودار ملكهم. وهنا نقف عندما قاله مثلا ابن خلدون في كتابه العبار وديو المبتدا والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر، حينما تحدث عن السلطان ابي الحسن الماريني بعدما فتح الجزائر وتونس وليبيا، فقال فقد رحل يجر الدنيا بما حملت. ثم جاء السعديين، وما ادرك ما السعديون، الذين اكبروا حلم العثمانيين في اخضاع الامبراطوريه الشريفه، وكان الاتراك انذاك في اوج قوتهم على عهد سليمان القانوني، ومن رموزهم طبيعه الحال محمد الشيخ السعدي وعبد الله الغالب يعني رمز معركة واد اللبان، وأحمد المنصور الذهبي، وما أدرك ما أحمد المنصور الذهبي، باني معلمة قصر الإبداع، وهي في رأي العديد من عجائب الدنيا التي لم يرى مثلها في البلاد. ثم كان أسقط يعني حكم ديال البرتغال إبانة يعني معركة واد المخازين، وكلنا نعلم معركة واد المخازين في وقت كانت البرتغال في أوج قوتها، واستطاعت تنصير
يعني أمريكا اللاتينية بأكملها وعجزوا عن تنصير المغرب، بل وتسبب لهم المغرب في العيش بدون ملك ل 110 سنة. ثم جاءت الدولة العلوية الشريفة في القرن 17، وهي أقدم سلالة حاكمة في العالم. هذا التاريخ بطبيعة الحال انعكس على التراث وعلى الحضارة وحتى على العمران. دكتور صنيبي، كنت مختصر لهذه المحطة التاريخية، وكنشكرك لأنك استطعتي تسافر بنا عبر الزمن لهذه المحطات الكبيرة واللي صنعت مغرب اليوم. أكيد أن مغرب اليوم لما انهل واستفد وخدم من هذه المحطة التاريخية قوة، خدا استقلالية من ناحية الهوياتية، خدا مجموعة من المعالم الشخصية المغربية اللي هي اليوم كاينة وحاضرة، وخلينا نفتخر ونقولوا نباهي بها العالم لأن عندنا فيها مجموعة من المعالم اللي كتخصنا كمغاربة. إلا ولا بد نربط ما بين المحطة التاريخية والشخصية المغربية، اش ممكن نقولوا يعني أو يعني نتكلموا على جسر ما بين الشخصية والتاريخ؟ وهو بطبيعة الحال هو أننا هذا سرد مختصر يعني محطات تاريخية، يعني تحدثنا منذ 711 ميلادية إلى الآن، وإن زما أردنا التفصيل في كل محطة لاحتاج ذلك إلى حلقات وحلقات وربما إلى مسلسلات تتجاوز عددها المسلسلات التركية والمكسيكية، لأننا إمبراطورية يعني إذا جينا نتحدثوا غير على يعني ما وقع في القرن الثامن الميلادي، لجينا نتحدثوا ما يعني على المرابطين فإننا يعني نحتاج إلى مجلدات، إذا أردنا نتحدث عن الموحدين نحتاج إلى مجلدات، إذا أردنا نتحدث عن المارينيين وكذلك السعديين وكذلك العلويين، فلا يضيق ولا يتسع مجال البرنامج بطبيعة الحال لسرد يعني هذا يعني السرد التاريخي لمحطات بارزة ومشرقة لهذه الإمبراطورية الشريفة. لكن كما قلت أن تاريخ الدول ينعكس على الشخصية الرئيسية للمغاربة بطبيعة الحال، وكما نعلم هناك واحد الفيلسوف رالف لينتون يفرق بين الشخصية الرئيسية والشخصية الوظيفية، والشخصية الرئيسية هي ما يميز أمة عن غيرها ويرسخ استثناء ديال دولة عن دولة. هذه الشخصية تتأثر بهذا التراكم التاريخي سيدتي الكريمة، وهنا نجد بأن هذا التراكم التاريخي رسخ مثلا ذاك الارتباط الدائم بمؤسسة الخلافة في المغرب. يعني دائما نجد بأنه ارتباط الشعبي بمؤسسة الخلافة، أي إنجاز يتم إنجازه حتى مثلا في مغرب الاستقلال الآن يتم يعني يكون الإنجاز فيه للمؤسسة الملكية وللشعب المغربي. حينما نتحدث عن مثلا ثورة الملك والشعب 1953، حينما نتحدث مثلا على بناء طريق الوحدة كان هناك الشعب وكانت هناك المؤسسة الملكية، حينما نتحدث عن المسيرة الخضراء، حينما نتحدث عن البناء ديال المسجد ديال الحسن الثاني، حينما نتحدث على القرح ديال زيدان مثلا هوبان، حينما نتحدث على التنظيم ديال المونديال، دونك الأوراش الكبرى كان دائما ذاك الارتباط ما بين المؤسسة ديال الخلافة في المغرب وما بين الشعب. كذلك كما تفضلتي وأشرتي إلى نقطة مهمة ومهمة جدا، هو أن الاعتزاز والافتخار هذا المورود الثقافي وهذا العظمة ديال الدولة المغربية والإمبراطورية المغربية، عندما كانت الإمبراطوريات في العالم تحسب على أصابع اليد الواحدة كان هناك المغرب، وهذا ما رسخ عند ذاك المغاربة ذلك الافتخار وذاك الاعتزاز الذي جعلهم يقدسون مسألة الاستقلالية عن جميع التيارات القادمة من المشرق مثلا. ثم نقطة ثانية، أنه جعل المغاربة يقدسون مبدأ السيادة وعدم القبول بالاحتلال أو الوصاية. يعني حينما كانت مجموعة من الشعوب يعني يصطلح عليها بالمصطلح ديال الملك بن نبي لا كولونيزابيليتي القابلة للاستعمار، المغرب كان دائما بيئة رافضة ورافضة للاستعمار وبيئة رافضة ورافضة حتى يعني الأفكار حتى المتطرفة. ولا سمحتي لي باعتباري أنني خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية ويعني وفي طنجة عندكم خديت الدكتوراه في الحركة الجهادية واستراتيجية الأمن القومي، فما جعل أن المغرب يعني ينجو من مجموعة من الضربات النكائية والإرهابية هو أن البيئة المغربية ترفض جميع الأفكار التي تعتبر غريبة وشادة عن المجتمع المغربي، وبالتالي يعني قلنا بأنه كان دائما استقلالي عن السيارات، الاستقلالي عن القوى، تقديس مبدأ السيادة وعدم القبول بالاحتلال والوصاية، التفرد في مجال الفن والمعمار والأكل وأسلوب حتى العيش تماما. وهي المميزات أستاذتي الكريمة التي لا تزال تطبع الشخصية المغربية وتميز عن غيرها. ومثلا نعطيكنا أي مثال، يعني إلا جيتي استفتي السفراء ديال 193 دولة اللي هما عضو في الأمم المتحدة غير بالك السفير المغربي باين وواضح وممكن أنك تعزله على مئات ديال السفراء.
نعم، هذا شيء مؤكد دكتور، أنه الشخصية المغربية عندها بصمات وعندها معالم وعندها قوة وعندها الكثير ما كيميزها، ماشي فقط لما كانت تحدثوا بيناتنا، ولكن كيف ما قلت حتى في المحافل الدولية الشخصية المغربية حاضرة بتفاصيلها. ولكن شنو غادي يكون الرد ديالكم دكتور عبد الحق الصنيبي على من ينعتنا بالشوفينية أو بالتباهي المفرط بكل ما هو مغربي أو الاعتداء بالتاريخ وبالمحطات التاريخية وبالملوك المغاربة والإحقاقات التاريخية؟ كيفاش نردوا على أنه يحق لنا، وهذه النقطة خصنا نأكدوا عليها، أنه ما يمسش واحد الكبرياء ديالنا كمغاربة، ونقدروا ما نكونوش مستوى الرد؟ إلا كنتي في هذا المحك والضروري خصك تجاوب السي صنيبي، شنو غادي يكون الرد ديالك؟ هو بقى قضية الاستعلاء، لم يسبق للمغرب أنه كان مستعليا يعني على أي كان، بالعكس أنه كان دائما يعني باستقبال، وكنا دائما نتقبل أي شيء جميل قادم من الشرق. وحينما تحدثت لك في بداية المداخلة يعني عن رفض المغاربة لوصاية بعض الحكام من المشرق، بالمقابل أنه يعني قبل دخول أحد من آل البيت بدون إسالة قطرة دم واحدة، اللي هو المولى إدريس الأكبر بطبيعة الحال. نعم. كذلك أن المغرب حتى على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى حتى العسكري كما قال الحسن الثاني كنا دائما في وضعية دفاعية، ولم يسبق للمغرب أن قام يعني بعملية هجومية تؤكد أو تدل على أن هناك استعلاء من هذا البلد أو ذاك. لكن أن المغاربة حينما يعبرون عن تشبتهم بتاريخهم وحضارتهم وملبسهم وعاداتهم وتقاليدهم، دائما يكونون في موقف الدفاع على واحد التاريخ، خاصة حينما تكون هناك ردات فعل عكسية سيدتي الكريمة. نعم. والدليل أننا منذ سنتين أو ثلاث سنوات لم يكن هناك أحد يتحدث مثلا على القسطان، لم يكن أحد يتحدث على الطربوش الفاسي، لم يكن هناك أحد يتحدث عن الطاجي المغربي، لم يكن هناك أحد يتحدث عن الزلج، لأن كانت وضعية عادية وكان التعاطي عادي. لكن حينما أحس المغاربة بأنهم مستهدفون في تاريخهم، مستهدفون في حضارتهم، مستهدفون في عمرانهم، مستهدفون في ملبسهم الذين ركموه والذي يعكس التمظهرات ديال الشخصية المغربية، كنظن بأن نبارة مجموعة من المؤثرين والدكاترة وجميع المغاربة للدفاع عن هذه القيمة الحضارية والتاريخية والعمرانية والعادات والتقاليد والطقوس التي ميزت المغاربة لقرون وقرون، والتي أراد بعض الأكوان أن ينسبونها إلى أنفسهم، وأنهم يسلبونك التاريخ ويسلبونك الحضارة ويسلبونك التراث ويسلبونك حتى بنية الدولة، حتى أن البعض لا يعترف حتى بهذه القيمة بأن كان هناك دولة اسمها المغرب. ونحن نعلم بأن هناك في الجوار من يروج لهذه المغالطات بأنه كانت هناك مملكة فاس، بأن هناك كانت مملكة مراكش، رغم أننا ردينا عليهم في مجموعة من المناسبات وعلى مجموعة من القنوات. ويكفي أننا نذكرك بشهادة وحدة واللي هي يعني تذكيرة جميلة جدا، أن يعني سلاطين بنو مارين كانوا يعني يرسلون يكتبون يعني أجزاء من القرآن الكريم يعني بماء الذهب بطبيعة الحال، ووضعوها وقفا في مكتبة قبة الصخرة في فلسطين. وحينما نقرأ هذه الأجزاء يعني هناك يعني السلطان، وكل سلطان يأتي بعده يتمم ما كتب من قبله، فتجد بأن هذا أبو الحسن المريني مثلا ابن سلطان المسلمين، ابن سلطان المسلمين، ابن سلطان ابن خليفة المسلمين، ابن خليفة المسلمين، أبو يعقوب أبو الحسن المريني مالك المغرب. وبالتالي حتى من نرجعوا الكتاب ديال ابن السلطان، نراه يتحدث عن المغرب، نراه يتحدث عن القسطان، نراه يتحدث عن الحريرة، نراه يتحدث عن العملة كأحد تمظهرات السيادة المغرب. وبالتالي أعتقد بأن ليس هناك استعلاء، ولأن حينما تستفز الشخصية المغربية خاصة في نقطة قوتها اللي هي التاريخ، فأكيد سينبري المغاربة إلى أنهم يعبروا على التاريخ ديالهم ويعرفون من يحتاج إلى تعريف إلى القيمة التاريخية والحضارية والتراثية لمغربي الصالح. السؤال اللي كيطرح نفسه في هذه اللحظات وإحنا في هذا الدفاع على هويتنا يعني بجميع الأشكال، وأنا متتبعة وفية الموقع تمغربيت، كنشوف البحث اللي كتقوم به يعني بشكل شخصي والاجتهادات لمنك ولا من فريق العمل، كاين واحد الاجتهاد لحفظ التاريخ ولصون التاريخ، ولكن في نفس الوقت خدمة الواقع. هذا الواقع اللي احنا مطالبين نخدموه بأشكال متعددة، عندنا تحديات وعندنا أوراش كبيرة مفتوحة كما تعلم دكتور عبد الحق صنيبي، كيفاش ممكن التاريخ يخدم مغرب اليوم ومغرب الغد في نظركم؟
أشوف هو 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 هذه القيمة اللي تحدثنا عليها وهذه المراكمة اللي تحدثنا عليها تجعلنا أننا دولة، لسنا دولة عادية، وإننا دولة لها تاريخها. فعلنا الإمبراطورية قد تمرض لكنها لا تموت، الإمبراطورية بتاريخها، الإمبراطورية بحضارتها، والإمبراطورية بسلاطينها. حتى أن النظرة السلوكية في العلاقة الدولية تحدث على رأس الدولة ولا شخصية رئيس الدولة في أنها تؤثر حتى على الأداء السياسي والدبلوماسي. أنا أعتقد بأن كل ما سبق يحتاج إلى تكريس وإلى تجسيد وإلى تنزيل. كيف يمكن تجسيد وتكريس وتنزيل هذه القيمة الحضارية للمغرب والتي يمكن أن تنعكس على الأداء ديال المغرب؟ أعتقد هذا كله يمكن ربطه بما قاله، ربطه بقيمة أخرى أشار إليها الملك محمد السادس في خطابه الأخير والمرتبطة سيدتي الكريمة بالجدية. يعني هذا المصطلح ديال الجدية كأعتقد هو مصطلح الضبط والربط ما بين التاريخ والحاضر. الجدية في الترافع على القضايا الوطنية، الجدية في خدمة الوطن، الجدية في رفع التحديات سواء في القرح، مثال الزلزال كان واضحا في الجدية في تعامل المغرب دولة ومؤسسة وشعبا في مواجهة هذه الفجعة، وكذلك في الأفراح. ونحن مقبلون على تنظيم تظاهرات جد جد مهمة الآن في مراكش، صندوق النقد الدولي وبنك العالمي، كأس إفريقيا سنة 2025، والحدث العالمي اللي هو المونديال ديال 2030. وبالتالي كنظن بأنه على جميع المغاربة أن يتشبعوا فكرة أننا لسنا أمة عادية ولسنا دولة كما كنقولوا عاد قطر بها السقف، وعليهم أن يتعاملوا على هذا الأساس سيدتي الكريمة. طيب غير نختموا هذا اللقاء، ولو أن نتمنى تعطيني الأسباب الموضوعية وحتى الأسباب العاطفية اللي خلتكم يعني تشتغلوا على موقع تمغربيت. هذا سؤال ما كانش من المحاور ولكن ضروري خصنا نطرحوه، لماذا موقع تمغربيت؟ شوف كما قلنا دائما هناك ردة فعل عكسية. أنا ربما كان المجال الاشتغال ديالي هو الدراسة الاستراتيجية والأمنية، ولكن أعتقد مهما كانت تخصصات سيدتي الكريمة يبقى بأن الدفاع والطرف على القضايا الوطنية والقضايا ديال البلاد يعني ليس له علاقة بالاختصاص، ويجب أن يكون جزءا من التربية ديال المواطن المغربي. فأنا أعتقد سيدتي الكريمة أننا حينما نقرأ التاريخ نعترف يعني بواحد القرحة، واحد الحزن شديد، أننا ارتكبنا مجزرة في حق هذه الدولة هذه وفي حق البلد ديالنا وفي حق التاريخ ديالنا، وأن مجموعة من المغاربة إلى وقت قريب كانوا يعتبرون المغرب بأنه دولة عادية وبأننا دولة ربما تنتمي إلى العالم الثالث. نعم. والكثير لم يكن يعلم تاريخ حتى القضية الوطنية، والكثير لم يكن يعلم حتى أننا يعني سلالة مستمرة، يعني حكمت عن سلالات حكمت لقرون وقرون، والقليل من يعرف أننا السلالة الحاكمة حاليا هي أقدم سلالة حاكمة في العالم، والقليل من يعرف الأبعاد ديال مثلا معركة واد المخازن اللي كما قلت أنا التي حينما كانت البرتغال تصور معي غير الفكرة هذه، نعطيك واحد جوج أمثلة. أن البرتغال قلت التي نصرت أمريكا اللاتينية بكاملها، وحتى يعني الملك ديال البرتغال اللي حينما جاء إلى معركة واد المخازن يعني جاء بديوانه ووثائقه وموظفيه وأخلى حتى قصوره في البرتغال لأنه يريد استقرار في المغرب. فإذا بالمغاربة هزموا في واد المخازن وتركوا البرتغال بدون ملك لمدة 110 سنوات حتى أصبحت لقمة سائغة وحكما إسبان. واحد المثال آخر نعطيه لك، كان واحد العبد أستاذتي الكريمة، كان واحد كان في إطار التجارة ديال العبيد، التجارة الثلاثية، كان واحد تم أخذ واحد العبد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا العبد تصادف أنه ابن ملك من ملوك غينيا، ذاك الملوك ديال الإمارات الصغيرة هذه منذ قرون. فجاء واحد البريطاني وعرفه، فحينما عرفه كتب إلى وزير الخارجية الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكي كتب مذكرة إلى الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قال له هذا ابن ملك في إفريقيا، وأعتقد وهو مسلم، وأعتقد أقترح أن يتم إخلاء سبيله لأن هذا الأمر سيسعد إمبراطور المغرب، إمبراطور الدولة المغربية. والمثال آخر أنه تعرفي بأن المغرب كانت عنده واحد اتفاق معاهدة ديال الصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب هو أول من اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية ضدا في بريطانيا التي كانت أحد أقوى الإمبراطوريات في ذلك الوقت. نعم.
وكانت هناك واحد النزيلة واحد المستملحة أن المغرب أهدى للولايات المتحدة الأمريكية أحد الأسود، ما أعرفش تعرف هذه القصة ولا ما تعرفهاش. سمعتها سي سنيب، سمعتيها. وكانت ذاك الوقت اجتمع الكونغرس وقال بأن هذا الأساد سيكلفنا دولارا في اليوم، نعم. واجتماعات ماراثونية ونقاشات، وبالتالي قاله في حالة رفض هذه الهدية فلن يقبل المغرب بتجديد اتفاقية الصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. مثل هذه الأمثلة قد تبدو بسيطة لكنها تعبر على ثقل المغرب، وتعلم بأن المغرب على متى عهد دولة السعديين مرغ أنوف أقوى إمبراطوري آنذاك اللي هي الدولة العثمانية على رأسها سليمان القانوني، وما أدرك ما سليمان القانوني، وكانوا يتحدثون معه باستعلاء على اعتبارهم خير من مثل الخلافة في الغرب الإسلامي، وكان سلاطين الدولة المغربية كانوا يتدخلون لإنقاذ الأسرى في اليونان وفي قبرص وفي مجموعة من دول العالم، وكان المغاربة السلاطين الدولة المغربية باعتبارهم أمراء المؤمنين وأمراء المسلمين يضعون أوقاف ويؤدون حتى مصاريف ديال خدام بيت الله الحرام لأزيد من 15 سنة. هذه الرسائل تعطيك تحيلك على عظمة هذه الدولة وأننا في حقيقة لم نقدرها حق قدرها، وبالتالي جاءت الفكرة ديال هذه الهوية ديال المغربية، ضرورة العودة لهذه الأصول ديالنا، ضرورة الانفتاح للتاريخ ديالنا، ضرورة إعادة إحياء هذه الأمجاد ديالنا لأنها تدخل في إطار الدبلوماسية الناعمة والقوة الناعمة للمملكة المغربية بطبيعة الحال لا قديما ولا حتى في وقتنا الحاضر. يمكن نقول سي سنيبي بأن موقع المغربي جاب شي سهم في هذه الأمور كامل اللي تكلمنا عليها في تعريف المحطة التاريخية لصناعة المغرب، وكذلك شنو هي أهم سمات الشخصية المغربية وشنو اللي كيميزها عبر التاريخ، وكذلك كيفاش ممكن من خلال المجهود موقع المغربي أنه يعرف بالتاريخ وكيفاش فعلا بالواقعية وبالجدية اللي تكلمت عليها واللي تكلم عليها الملك محمد السادس في الخطاب ديالو ممكن نصنعوا مغرب الغد بتقاسيم اللي هي مغربية ومقاومات مغربية، لكن بلا ما نساو تاريخ ديالنا بل يكون هو العماد الرئيسي باش نعطيه مغرب إن شاء الله يكون في مستوى تطلعات المغاربة. كلمة ما يوضعش أستاذتي الكريمة اللي ما يوضعش القضايا ديال البلاد، نعم. وأنه يعظم هذه البلاد دياله ويعظم التاريخ دياله ويدافع عليها اللي ما جعلهاش على قائمة الأولويات دياله لا كمواطن ولا كمسؤول، فأعتقد بأنه عار على هذا الوطن وعار حتى على المسؤولية. كنت سعيدة باستضافة الدكتور عبد الحق صنيبي خبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية. غادي إن شاء الله نعود معك الاتصال باش نتكلموا على ما هو استراتيجي وأمني في المغرب من خلال المعرفة ديالكم الأكاديمية، وغنختموا معك وحنا كلنا شكر وتقدير لك بأغنية اللي هي كنسمعوها لما كنختاروا موقع تمغربي تعطفي يا مالكي، وهذا واحد الاختيار اللي أكيد كان بعناية فائقة لأنه في روح تمغربيت كنشموها وكنحسوا بها لا من خلال الأداء لا من خلال الكلمات لا من خلال حضور اللي فعلا كيعطينا يقين تام بأننا أمة وفعلا عندنا الحق وعندنا الفخر أننا نكون مغاربة. شكرا دكتور عبد الحق صنيبي. بنزرار حال الأغنية الجميلة. العفو دكتور بكل فرح. شكرا. من خلال هذا الاختيار الغنائي كان نشكر المستمع الكرام على أساس أنه كان نضربوا لهم موعد إن شاء الله الأسبوع المقبل باش تكون حلقة أخرى مباشرة من برنامج المغرب هذا. تحياتي للجميع، إلى اللقاء.